يا ترى العلبة اللي أنا لقيتها دي فيها إيه يا واد يا كريس؟ أنا لازم أفتحها وأشوف فيها إيه من باب الاحتياط برضه. آه هي مش بتاعتي، بس أنا هشوف فيها إيه وأقفلها تاني. لا هاخد منها حاجة ولا هعوز منها حاجة. إيه ده؟ كل دي فلوس؟ ياه، ده مين التاني اللي نسي الفلوس دي كلها؟ أعمل إيه بقى أنا دلوقتي يا ربي؟ أعمل إيه؟ الحل الوحيد إني أنام دلوقتي والصبح أشوف هعمل إيه في علبة الفلوس دي كلها. وكمان لو فضلت صاحي أكتر من كده بابا هيخش عليا وهيقول لي إيه اللي مسهرك؟ وكل حاجة هتنكشف. مش معقول انت تيمون؟ ياه انا بحبك قوي يا تيمون. امال فين صاحبك بومبا؟ هتلاقيه جعش شويه ولا حاجه فتعطل في السكه. المهم ما قلتليش ايه اللي شغلك ومخليك مش ملعلط. احكيلي يا عم. انت عارف ان انا صاحب الحلول المبهره. بص انا لقيت علبة محطوطة في الدور اللي تحتينا، قلت اخدها اشوف فيها ايه. فتحت لقيت مليانة فلوس كتير. يا ترى بقى اتصرف ازاي؟ فلوس؟ يعني ايه فلوس؟ هتكون مطاطة. هتكون مطاطة ما تعرفش يعني ايه فلوس. وانا اللي قلت انك هتنجدني وتعرفني اعمل ايه؟ طلعت اصلا ما تعرفش يعني ايه فلوس. يا عم بالراحة علينا شوية، وانا هقولك انت مادام ما شفتش حد جنب الفلوس يبقى الفلوس دي بتاعتنا ومن حقنا، احنا بقينا اغنية. ايوه بس دي مش بتاعتي، ويمكن صاحبها يزعل عليها قوي قوي لانها ممكن تكون فلوس دواء او فلوس شغل بتاعته فيمشوه من الشغل. وهو ما خلاش باله ليه من فلوسه واحنا مالنا؟ ده اكيد فلوس زياده، واكيد هشتري عصاره البق اللي انا نفسي فيها. صوتكوا عالي كده ليه؟ هو الواحد معرفش ياكل حاجة النهاردة ليه؟ دود طازة من اللي يستاهل بقى. دود يا سلام يا عم كريس، يعني انت أول مرة تشوفني وأنا بعمل كده. ما أنت عارف. المهم كنتوا بتتكلموا في إيه بقى؟ مفيش يا مومبا، ده كريس لقى علبة. أنا قلت العلبة دي أكيد فيها حشرات طازة ودود متبل من اللي أنا بحبه قوي. ولما فتحها لقى فيها فلوس كتيرة قوي وهنبقى أغنية، بس مش عارفين بصراحة الفلوس دي نعمل بيها إيه. يا دي مشكلة حلها بسيط أوي. أنت ممكن تجيب بالفلوس دي أكل للناس الجعانة. ليه؟ ده أنا جعان أوي.
لا طبعا، طالما الحاجة مش بتاعتي يبقى ما ينفعش اتصرف فيها خالص. كريس، ما انت مش هتعمل بيها حاجة وحشة، ده انت هتأكل بيها الناس الجعانة، وبكده كمان ربنا هيحبك قوي قوي. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ الواحد صحته معدومة وهفتان اليومين دول، انا هروح اكمل اكل لحد ما تكونوا شفتوا حل. ايه ده؟ مين اللي جاي علينا هناك ده؟ انا بشبه عليه. ياه، طب روكي ازيك عامل ايه؟ انا تمام جدا وكويس جدا. المهم انتوا عاملين ايه؟ احنا برضو كويسين بس محتارين شويه الصراحه. على مناخيرك، ما كنتش متوقع انها طويله قوي كده. ما هي دي سر شهرتي، دي حاجة بتميزني وأنا مبسوط بيها جدا. المهم قولولي إيه اللي محياكم؟ علبة الفلوس اللي أنا لقيتها دي مش عارف أعمل بيها إيه. ياه، دي حاجة سهلة أوي أوي، أنت تاخد جزء من الفلوس دي وترجع الباقي، ولا من ساف ولا من دري. إزاي بقى؟ هي الفلوس دي بتاعتي عشان آخد منها؟ يا عم هو انا بقول لك خدها كلها؟ انا بقول لك خد جزء منها، ما انت برضه تعبت لحد ما جبتها وعرفت فيها ايه، لازم ينوبك منها ولو حتى جزء صغير ولو حتى فسفوسه. لا 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 لا، ما ينفعش خالص، طالما الحاجه مش بتاعتي ما ينفعش اخد منها حاجه. يا رب ارشدني، انا ممكن اعمل ايه؟ انا واثق انك مش هتسيبني وهتعرفني كل حاجة. انا عارف اني غلطت، اني اخدت العيبة من الاول، بس ارشدني يا رب وانا هعمل بكل اللي هتقولولي. كريس يا كريس، قوم يا كريس، انت بتفضل نايم لحد الصبح كده. ايه ده يا بابا ده؟ انت ايه اللي جابك وسط الكرتون؟ كرتون ايه يا واد انت؟ انا قاعد في البيت ما اتحركتش، تريك انت كنت بتحلم. طيب تعالى يا بابا، عاوز استشيرك في حاجة. انا لقيت العلبة دي امبارح في الدور اللي تحتيني، والصراحة ما قلتلكش اني لقيت حاجة، وكمان فتحتها مع ان العلبة مش بتاعتي، ولقيت فيها فلوس كتير قوي، ومعرفتش اتصرف ازاي، وانت اكبر مني وتعرف اكتر مني، واكيد هترشدني وتعرفني. اول حاجه يا كريس، انا زعلان منك قوي انك خبيت عليا حكايه العلبه دي، كان المفروض تيجي تقولي عليها على طول اول ما تلاقيها. وبعدين ما ينفعش اننا لما نلاقي حاجه مش بتاعتنا نفتحها ونبص جواها، احنا ممكن نعرف هي بتاعه مين لكن مش نفتشها ونعرف جواها ايه. انا اسف يا بابا، واوعدك اني عمري ما هكرر الحكايه دي تاني. المهم دلوقتي انا هعمل ايه؟ طالما الحاجه دي مش بتاعتنا المفروض ما نمدش عليها ايدينا خالص خالص. طيب اهو حصل اللي حصل واخدتها وانا طالع، يبقى المفروض تنزل دلوقتي لصاحب البيت اللي لقيت قدامه العلبة دي وتقوله على اللي حصل كله، لأن لو عملت غير كده هتعتبر سرقة، وانت عارف ان ربنا قال ايه. بابا يسوع قال لا تسرق. نسمع كلام بابا يسوع ونتمسك بكل كلمة هو قالها لنا علشان نعرف نعيش معاه حياتنا كلها من غير ما يكون في قلق ولا تعب. عارف يا بابا، العلبة دي فكرتني بترنيمة كنت دايما بتسمعها لي زمان قوي. ايوه ايوه، ترنيمة حتة حاجة حلوة. فعلا الواحد لازم يكون امين في كل حاجة في حياته، من اصغر حاجة لو كانت حتة حاجة حلوة لاكبر حاجة زي علبة الفلوس اللي انا لقيتها دي. فعلا كده كلامك صح، علشان الأمين في الخليل ربنا بيأتمنه على الكثير.
شكرا يا بابا، انا هنزل حالا واسال عنكم اللي تحتينا وهو يتصرف بقى في العيله دي. I'm gonna make you mine.